ما ورائي وقفة تضامنية، وقفة نظمتها أسرة المعتقلين الصحفيين للدفاع عن الصحفي سليمان رسولي وعمر راضي وإيمان السيتو. الشعب يريد حرية التعبير في سجون الرجعية وإضراب الطعامية في سجون الرجعية. المكتب كلمة مشتركة ما بين المكتب الجهوي و ديال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. بالنسبة للوضع ديال سليمان الريسوني ما ممكن إلا يكون وضع متدهور. سليمان الريسوني بمعجزة بصلابة وبثقة كبيرة في براءته وفي حريته، يعني صمد أمام هذه الخطوة ديال الإضراب عن الطعام اللي كنتمنى أنه يوقفها أو يعلقها على الأقل باش ما يخلينا شايف في حالة يعني نفسية وفي حالة صحية ماشي تالي. إحنا نتقاسم معه ألمه، نتقاسم معه وضعيته الآن داخل السجن، وإن يكون أنني الآن وصلت لما يعادل يعني 24 يوم مع عمر سليمان ما اتصل فيها بالعائلة ديالو. فإحنا كنعرفوا بعض المعلومات البسيطة عن طريق الدفاع، والدفاع أيضا يعني يراعي للأسرة ويراعي للعائلة وكيوصل لنا الرسائل ديال سليمان يعني بطريقة إنسانية وبطريقة كذا باش ما يكونش عندها انعكاسات سلبية علينا. بالإضافة إلى أن يعني أكبر خطأ ممكن لا يغتفر هو التقرير الطبي اللي وضعته مندوبية السجون في النيابة العامة، اللي كيقول على أن الحالة الصحية ديال سليمان جيدة جدا. يعني هذا عنده تفسير واحد، وأنك داخل زنازين تامك قد ما درتي الإضراب عن الطعام قد ما كتولي في صحة جيدة وكتولي مزيان. إذا كما قال سليمان الريسوني في أحد المقالات ديالو، لا حزب إلا حزب تامك، فبالتالي كاع المغاربة يدخلوا للحبس إذا كانوا غيوليو في صحتهم مزيان. حنا السبيطارات عامرين وكذا، يعني يدخلوا كلهم للسجن غيكون أحسن لهم كاملين. الطالب ديالي هو المحاكمة العادلة لسليمان. سليمان سيموت في السجن في حال ما بقى في هذا الحال. خاصو يخرج سليمان باش يدافع على نفسه. هذا ليك. اليوم من امام محكمه الاستئناف بالدار البيضاء تنظم وقفه تضامنيه احتجاجيه مع عمر الراضي وعماد السيتو تزامنا مع جلسه محاكمتهما. عمر تم اعتقاله وكلنا نعرف الاسباب الحقيقيه التي اعتقل من اجلها عمر الراضي. عمر الراضي فضح الفساد، فضح المفسدين. عمر الراضي صاحب تحقيقات اللوحه الاشهاريه، الكاتب الخاص للملك. عمر الراضي كشف عن الاسماء المتورطين في الاراضي ديال طريق الزعير. عمر الراضي واكب جميع الحركات الاجتماعيه ومن ضمنها حراك الريف، حيث قام بواحد برنامج وثائقي يعني مده ديالو شي 25 دقيقه على الحراك ديال الريف. فاليوم كتوجه ليه تهم جنسيه هو والزميل ديالو عماد السيتو. هنا الدوله لا تأبى إلا أن تسجن من كان صوته صوت نشاز ومن غرد خارج السرب. عمر لم يطبل للدولة المخزنية. عمر قال الحقيقة، وكانت نتيجة ذلك أن تم توجهت له تهم اغتصاب أودع من خلالها السجل المحلي عين سبع داخل زنزانة انفرادية، وأقول عليه صندوق إسمنتي أو قبر إسمنتي يقبع فيه عمر الراضي إلى حد الآن. نتمنى أن تقول العدالة كلمتها، نتمنى أن تنتصر العدالة ويتابع عمر الراضي في حالة صراح نظرا لتوفر جميع ضمانات الحضور، الحرية لعمر الراضي، الحرية لسليمان الريسوني الذي بلغ اليوم 62 من الإضراب عن الطعام. سليمان الريسوني يموت ويقتل، أنقذوا ما يمكن إنقاذه. سليمان يقتل، أنقذوا سليمان الريسوني.
الحرية لسليمان وعمر وكافة المعتقلين السياسيين دون استثناء ودون قيد أو شرط، والحرية للشعب الحر تواق، الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، الحرية للمغاربة، وتحية للمنابر الإعلامية الحرة. السلام عليكم، تحية لكافة الأصوات الحرة داخل وخارج أرض الوطن. حنا اليوم كنتواجدوا أمام المحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تضامنا مع قضية الصحفي الحر عمر راضي اللي هو راه الاعتقال التعسفي من طرف النظام السياسي بسبب مواقفه ونشاطه الإعلامي المستقل. اليوم كنقول أن ما يقع في وطننا جريح من اعتقالات تعسفية ومن كيعبر على الفشل السياسي، وكيف يعبر على عودة ممارسات سنوات الرصاص للغاية منها، وأن إقبار كل أصوات الحرة وكل كلمة والأراء المستقلة. احنا اليوم كنقولوا أن ما وقع لعمر هي جريمة، حق حرية التعبير، حق الصحافة الحرة، لأن اليوم ليست عمر اللي يرى الاعتقال وسليمان الرسولي، هو حرية، هي الصحافة المستقلة، هي حرية التعبير هي التي راهن الاعتقال. يريد هذا النظام إقبار ما تبقي من الأصوات الحرة اللي كتعبر على الحقيقة والصورة ديال الواقع المر في الوطن الجريح، كنعبر على كل الواقع اللي كيعيشوا هذا الوطن ديالنا الجريح. حنا اليوم كنقول كل حقيقة، النظام يعبر على الفشل ديالو وعلى السياسة القمعية ديالو، ما عنده ما يقدم لهذا الوطن الجريح. حنا شفنا السياسة الداخلية والسياسة الخارجية كل فشل، لا في شكلا ولا في مضمونا، عوض أن يقدموا الشعب المغربي الحقوق ديالو في الصحة وفي التعليم و اليوم كيتم كل إقبار كل أصوات الحرة. اليوم حرية التعبير تتعرض للاغتيال، تتعرض للقمع، تتعرض للإقبار من طرف مافيا، من طرف عصابة اللي كتحكم واللي هي فوق القانون، بينما الأصوات الحرة في السجون. لا يعقل عمر راضي فضح مجموعة من الملفات الكبرى، بينما الناس اللي نهبوا الأراضي ونهبوا مال العام لا محاسبة، هما فوق القانون. بغينا أخنوش وزيد وزيد، علاش هاد المفسدين ما يتحاسبوش هنا؟ علاش هاد المفسدين ما يتحاكموش؟ علاش؟ غير الأصوات الحرة اللي عبرت على المواقف ديالها السياسية اللي كتحاكم. لهذا حنا اليوم كنقولوا غنبقاو في الشارع، وغنبقاو في الشارع حتى نرجعوا الكلمة ديالنا، ونرجعوا الحقوق ديالنا المغتصبة، ونرجعوا الحرية ديالنا المسلوبة. اليوم سليمان الرسولي يموت في السجن، يموت في السجن بسبب انتقام من الآراء ديالو، يموت يموت بالصمت ديالنا والتخاذل ديالنا حنا اللي كنقتلوا، وزائد النظام يريد اغتياله. لهذا كنحملوا المسؤوليه لكل صناع القرارات واصحاب التعليمات اللي كيقبوا اللي كيامروا باعتقال كل صوت حر. حنا كنقولوا، حنا كنقول من هذا المنبر بارك من هذه الحقره، راكم وصلتوا البلاد القمه ديال الحقره، قمه ديال الاهانه، قمه ديال المهانه. راه في غالبيه البلاد المديونيه 92%، التعليم مستوى رذيل، التنمية البشرية مراتب متأخرة، وراه فيه الغالبية ديال البلاد، زائد المقاييس ديال حرية حقوق الإنسان. العالم كله شاف الصورة ديالنا ديال بالأمس، ما وقع في سبتة ومليلية، و بسبب السياسة الفاشلة ديال هذا النظام السياسي القائم في هذه البلاد. ولهذا كنقولوا حرية التعبير ليست جريمة، والصحافة الحرة ليست جريمة. أطلقوا صراحة عمر وسليمان، أطلقوا صراحة الوطن، والسلام عليكم. متابعين معروك 24 تيفي، كانت هذه أهم مطالب أسرة الصحفي المعتقلين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.